رأي حضرتك جيدة إيه؟ جدا. رأي حضرتك إيه بالمناسبة في أداء منتخبنا الوطني منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟ شوف كريم، نقول لك للأمانة كان فخر المنتخب المصري بالأدوات الموجودة بالطريقة الموجودة، لأنه لو قيمنا فنيا المشاركة، 7 مباريات مصر خسرت واحدة فقط، عملت 5 كلين شيت، ولكن يا كابتن كريم لازم نقول انه هجوميا ما كناش في المنتخب المصري، ما كانش بحجم الانتظارات. 4 اهداف في 7 مباريات، منهم 2 ضد المغرب، واحد ضد السودان، واحد ضد غينيا بيساو. الادوار الاقصائيه بالروح الدفاعيه، بروح اللاعبين، وصل المنتخب المصري الاخر ضربه جزاء اللي ممكن كانت تقرر انه بطوله تروح عندك او عند الثاني. هذه كره القدم واقعيه، تلعب حال امكانياتك. صعوبات، اوكي، المنتخب المصري عرف صعوبات العالم الكل، اتصاب لك الحارس الاساسي، اتصاب لك مدافع مؤثر جدا حجازي، غابوا عنك لاعيبه في النهائي، ولكن ما يمنعش ان مع صلاح، مع كامل احتراماتي لمرموش وكامل احتراماتي لمصطفى محمد، ما عملوش بطولة كبيرة. هذا أثر على المنتخب المصري. لتصور لو مصطفى محمد كان في فورمة، شو يكون أداء منتخب مصر، ولا شو يكون الفاينل بالنسبة لمنتخب مصر. مرموش نفس الشيء. تغييرات كيروش كانت مهمة في البطولة، زيزو، تريزيجيه، كانت حاجات حلوة. الكل تفاعل مع منتخب مصر على الروح.